مع تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، جدد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تأكيده على عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، ودعاهما إلى الحوار والتفاوض، وهي دعوة تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من ملء السد بما يصل إلى 22 مليار متر مكعب من المياه. بالمفاوضات والحوار والاتفاق مع دول المصب يمكن الوصول إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف، وعلينا جميعا الإيمان بذلك. خيارنا الآخر هو أنه لا يمكننا أن نتوقف ما بدأناه من العمل، ما يجعل خيار التفاوض بيننا هو الحل المناسب. وبتشغيل التوربين الثاني ترتفع كمية الكهرباء المنتجة من 375 إلى أكثر من 600 ميجاوات. أثيوبيا ملكت الكامل المعلومات بملء السد وتشغيل التوربينات لحكومة السودان وحكومة مصر، وافتكر يعني أثيوبيا عايزة تستفيد من الفترة بتاعت الفيضان الخريف هذا، و يعني أنا في رأيي ملء السد يعني قد يجنب السودان يعني خسائر كثيرة جدا من يعني الفيضانات وكذا. وقامت أثيوبيا بالملء الثالث للسد من غير تنسيق مسبق مع السودان ومصر، وهو ما قد يزيد من التوتر مع دولتي المصب، رغم توقعات الخبراء بتراجع الضرر بسبب زيادة نسب الأمطار في دول المنبع. مع إعلان الملء الثالث لسد النهضة يتطلع الأثيوبيون إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لرفع مستوى الإنتاج والتنمية. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.